هل تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟ ممكن حضراتكم تفكروا إن أنا غلطت في الجملة دي، وإن أنا قصدي هل تستورد إسرائيل الغاز من مصر؟ لكن للأسف إن أنا ما غلطتش، هو فعلا السؤال هل مصر هتستورد الغاز من إسرائيل؟ يعني تبقى إسرائيل هي اللي مصدر وإحنا اللي مستورد؟ للأسف إن ده مطروح دلوقتي. إحنا كنا قبل كده بنصدر الغاز لإسرائيل لغاية سنة 2012 لما بدأوا يولعوا أو يحرقوا أو يفجروا اللي هي الأنابيب اللي رايحة توصل الغاز إلى إسرائيل. وقفنا تصدير الغاز لإسرائيل، وإسرائيل رفعت دعاوى قضائية على مصر إن إحنا كنا ملتزمين نودي الغاز ما وديناهوش. لغاية هنا كان كل الشعب مستاء إن في تطبيع وإن إحنا بنصدر الغاز لإسرائيل. إنما الجديد إن إحنا للأسف ممكن نستورد الغاز من إسرائيل. الصحف الإسرائيلية بتقول إن في كلام إن مصر هتستورد الغاز من إسرائيل، وهيتم تسييل الغاز في إيدكو ودمياط، وبعد كده يكفي الاستهلاك أو يكون جزء منه للخارج. طبعا شيء مفزع من الناحية الوطنية إن أي حد فينا يعرف إن في مفاوضات أو أمر مطروح إن إحنا نستورد الغاز من إسرائيل. كمان الأمن القومي المصري لما نعتمد على غاز إسرائيل وعندنا مشكلة مع إسرائيل أو غير إسرائيل، هنشوف وقتها القاهرة ضلمت ومصر ضلمت وبقينا في مأزق. حد يسلم نفسه بهذا الشكل لطرف بينه وبينه كل هذا العداء التاريخي؟ بعد كده إذا كانوا بيفجروا خطوط الغاز اللي رايحة لإسرائيل، تخيل بقى لما نستورد من إسرائيل إيه اللي ممكن يكون معاه؟ هيكون عبء كبير جدا على المخابرات والأمن الوطني والأجهزة الأمنية كلها إن هي تحمي هذا الموضوع. وزير البترول شريف إسماعيل قال قبل كده، المهندس شريف إسماعيل قال إنه ده مش مطروح وإن ده كلام غير دقيق. أنا أتمنى إن يكون كلام السيد الوزير وكلام الحكومة كلام دقيق ونهائي، لأن استيراد مصر للغاز من إسرائيل معضلة ومشكلة وأمر غير مقبول.